لما بنطلع نغطي حاجة أو نعمل حاجة أو نقدم حاجة وأبقى أنا متبنية قضية، ببقى كل تمني إنها تعمل الصدى اللي إحنا طالبينه. وعلى مدار الحكومات اللي مرينا بيها بمصر، وبتكلم من قلبي جدا، ويا ريت المسؤولين يسمعوني أو المستشارين الإعلاميين للرؤساء للرئيس او للمسؤولين او لرئيس الوزراء يسمعوني برضو، انا بحس ان لما الاعلام بيطلع قضيه معينه، المسؤولين بيتخيلوا ان هم لما يستجيبوا ان هم كده بيدوا الاعلام باور او بيدوا له سلطه، او بيبقوا حاسين ان هم كده خضعوا للاعلام. لو النقطه دي اتغيرت هنحقق حاجات كتير قوي للبلد. يعني ايه؟ ريام سعيد طلعت قالت ان وبالصوت والصوره وبالنداءات وبالشعب ومطلب شعبي و و و والفيسبوك والجرايد والمجلات وكل الناس بتقول ان لازم نغير القانون بتاع عقوبه القاصر. وقلنا ان الولاد الصغيرين اللي هم 16 و17 و18 دول ما بقوش ولاد صغيرين، ولما شرعت القوانين للناس دي ما كانش فيه البرشام وما كانش فيه المخدرات وما كانش فيه كم الصياعه دي وما كانش فيه عدم التربيه ده وما كانش فيه التفتح على الانترنت و و و. فاللي عنده 16 و17 ده بقى زي اللي عنده 20 او 22 او 24 من 30 و40 سنه. اللي عنده 16 و17 و18 بقى بيفكر بعقل 22 و25 و26 من 40 سنة، لأن العيال الصغيرة ما بقتش صغيرة، فما ينفعش نشرع لهم قوانين على نفس الطريقة القديمة. لما طلعنا كلمنا عن زينة وقلنا وجبنا حوادث بعديها كتير بيرتكبها ناس عندهم 16 و17 و18 وناس بيقتلوا وبيغتصبوا وشذوذ و و و، يعني حاجات حتى ما ينفعش خالص 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 يبقى طفل اللي بيعملها. لما تحط له عقوبة أكنه بيعاقب طفل اللي هو يوديه إصلاحية ولا يديله 10 سنين ولا يبقى المجتمع في خطورة رهيبة. محدش سمعنا ومحدش شرع قوانين ومحدش عمل قوانين استثنائية ومحدش حتى رد علينا وقال لنا ده ما ينفعش ليه، وكأننا كنا كلنا كلاب بتعوي. ده بجد كلنا وكأننا كلاب بتعوي، مفيش مسؤول طلع يقول لا يا جماعة احنا ما نقدرش نعمل كده عشان كذا، مفيش، وكأننا بنتكلم في اي حاجة. والمسؤولين متخيلين ان هم لما ريهام تطلع تقول شرعوا قوانين جديدة فشرعوا قوانين جديدة، فريهام دي بقى تكبر عند الناس وتبقى ليها سلطة وكده. ريهام وخيري رمضان ومجدي الجلاد ومنى الشاذلي ولميس وخالد صلاح ومحمود سعد واتفقتوا عليهم او ما اتفقتوش، حبيتوهم او ما حبيتوش، المفروض ان دورهم هم حلقه وصل بين الشعب وبين المسؤولين. ما بيعملوش اي حاجه غير كده، يعني بنطلع نقدم قضيه ونقول زي الانفاق كده امبارح لما اتهمتونا ان احنا بنعمل اثاره وبنعمل واحنا كنا بندق ناقوس خطر. المسؤولين الحقوا، اقفلوا الانفاق، اعملوا، سووا، في خطر، في. الحقيقه كان في استجابه سريعه ساعتها، ولكن طبعا الحكم ساعتها ما كانش عايز الانفاق تتقفل. لكن بنطلع كتير قوي نتكلم في قضايا ومحدش سمعنا، او سمعنا ومطنش أو متجاهل، عشان زي ما بقول لكم ما يديش كريدت أو يدي الفضل للإعلامي ده. على فكرة ما فيش فضل غير فضل الله سبحانه وتعالى، وإذا كنا ربنا هيجعلنا كلنا سبب في إن البلد دي تبقى أحسن، في الآخر كلنا في التراب. ريهام عملت ما عملتش، فلان عمل ما عملش، كلنا في التراب. في ناس عظيمة اخترعت اختراعات احنا ما نسمعش عنهم حاجة دلوقتي ولا بنفتكرهم. فلما المسؤول يسمع الكلام اللي احنا بنقوله اللي هو كلام الشعب مش كلامنا، يعني لما اطلع اقول لو سمحتوا شرعوا قوانين جديدة
انا بقول كده مش عشان انا عايزه كده، ده مش مطلب شخصي، انا ببقى بوصل صوت الناس ان في يا جماعه ناس كتير قوي عندها 16 و17 سنه، وفي ناس كتير قوي قاصر بترتكب جرائم مفزعه. ثلاث ارباع الناس اللي بتثبت الناس على الطرق 16 و17 سنه، الاغتصاب 16 و17 سنه، الشذوذ الجنسي منتشر جدا بين 16 و17 سنه، المخدرات واللي بيوزعوا برشام و 16 و17 سنه. لو احنا شرعنا قوانين للناس دي هنساهم جدا في تربيه النشء ده. ده لو كان نشء، انا بحس ان هم رجاله كبار قدامي. وكنا بنهاتي في موضوع زينه واتضرينا جدا، واتقال علينا بناخد فلوس، واتقال علينا مش عارفه ايه، واتقال علينا ايه، وطلعت قنوات من تحت السلم وناس مسمين نفسهم مذيعين ولا يسوا 3 مليم اتكلموا علينا وحاجة كانت، بس برضو تمسكنا بالقضية وفضلنا ماشيين وراها والقاضي حكم بأقصى عقوبة، ولكن العقوبة مش اللي رضت الناس الرأي العام ولا كانت مرضية لأهل زينة، لأن لازم يكون في قانون رادع لحاجات معينة عشان الناس تقتدي بيها وتاخد عظة فما تعملهاش تاني. من غير قانون ومن غير عقوبة هتفضل الجرائم، هيفضل عدم الأمن، هيفضل عدم التربية، هيفضل السلوك المتدني اللي ماشيين بيه في الشارع. وأرجو أن يكون اللي مخلي تشريع القوانين ده متعطل أن ما عندناش مثلا مجلس شعب، أن ما كانتش الدنيا كويسة، ولكن هل ده معناه أن احنا ننسى زينة؟ هل ده معناه ان احنا ممكن بلاش اللونج عشان انا عايزه الناس تفهم انا بقول ايه؟ هل ده معناه ان احنا ننسى البنت الصغيره اللي عندها 4 سنين اللي ليس لها حول ولا قوه، اللي كانت بتلعب جوه بيتها مش بره بيتها، اللي اتاخدت من على السلم من بواب العماره يعني، ولا اهلها اهملوها ولا سابوها ولا اي حاجه خالص؟ الناس كلها تعاطفت مع الست اللي تم التحرش بيها في ميدان التحرير، والناس كلها تعاطفت مع الناس اللي ولدت في الشارع. طب وبالنسبة لزينة الطفلة البريئة اللي ليس لها حول ولا قوة، اللي أنا عايزاكم دلوقتي تتخيلوا عندك بنت أو ما عندكيش بنت، أو أنت نفسك اللحظات الرعب اللي عاشتها وهي بتتاخد من على السلم وبتغتصب وبتترمي من المنور، وهي لحظة وقوعها كده حست بإيه؟ اللحظات دي مين اللي دفع ثمنها؟ الحزن اللي كان موجود عند اهلها او اللي لسه موجود عند اهلها او اللي لسه هيفضل العمر كله عند اهلها، ده كان ثمنه ايه؟ او اللي حصل للمتهمين كان ايه؟ مين بعد كده مراهق او واحد عنده 17 او 18 سنه قال لا اصل اللي عملوا في زينة كده حصل لهم كذا فانا مش هعمل كده؟ بعديها الجرائم كانت اكتر واكتر واكتر. ليه ما اتخدش قرار استثنائي لاعدام الولدين دول عشان ما حدش يعمل كده تاني؟ ما يبقاش في شذوذ، ما يبقاش في اغتصاب، ما يبقاش فيه. خلاص موضوع زينة اتقفل والقضاء قال كلمته، ومش هنعلق على حكم القضاء لان دي اقصى عقوبة القاضي ممكن يعملها، لان ده قانون قدامه ما يقدرش يتعداه. لكن اللي جاي لو النهارده جه واحد تاني عنده 17 سنه اغتصب وقتل، خطف واغتصب وقتل، من العدل شرعا وقانونا يبقى ايه؟ شرعا من قتل يقتل، قانونا لازم نحط قانون نلحق بيه بلدنا. النهارده عيد ميلاد زينه، وانا عايزه كل مصر تقول لمامة زينه ربنا يصبرك. ومش هقول لك للاسف، انا اسفه 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 جدا اني مش هقدر اقول لك كل سنه وهي طيبه، لكن ممكن عارفه اقول لك ايه؟ كل سنه وهي ملاك، وكل سنه وهي عند ربنا، وكل سنه وهي في الجنه ونعيمها، وكل سنة وهي في مكان أرقى من المكان اللي احنا فيه بكتير.
وكل سنة وانت بتدعي لها، وكل سنة وربنا بيصبرك، وان شاء الله يتبني لك قصر في الجنة زي ما بيقولوا كده. وانا اسفه جدا ان انا مش هقول لك سنه طيبه، بس كل اللي انا بقوله لك ده اقوى وارقى، وهو اللي باقي، لان احنا كلنا في الاخر هي اخرتنا اللي باقيه، وكلنا في الاخر هو اليوم اللي راحت فيه ده كلنا هنروح. هي ما راحتش بمزاجها، مزاجها قصدي اقول ان يعني عمرها، هو ده عمرها، لكن قصدي ما كبرتش وخلفت و وماتت او مثلا عيت وماتت، او لا، في حد موتها، في حد قتلها، قتل براءتها وقتل طفولتها وقتل فرحتها اللي تكمل بيها حياتها. انا بتاسف لك ان احنا ما عرفناش نجيب قرار استثنائي، بتاسف لك ان ما عرفناش نجيب نشرع قوانين جديده، لكن عايزه اقول لك ان لا يصح الا الصحيح في الاخر، ودوام الحال من المحال. واكيد البلد دي في يوم من الايام هيبقى فيها مسؤول يطلع يقول لا، العدل كده، ولا حقوق انسان، ولا حقوق مش عارفه مين، ولا 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 الكلام العبيط ده اللي بسمعه كل شويه، لخص ده طفل، طفل ايه؟ اصل انت قلت له يا حيوان، ياه ياه، امال ايه؟ امال اقول له ايه؟ اقول له برافو؟ اقول له كويس؟ اقول له ايه؟ وانا واقفه قدامه اقول له ايه؟ انا ام اقف قدامه اقول له ايه؟ دي كلمه بسيطه قوي، لان الحيوانات بتحس على فكره. القطط بتاكل عيالها، بتخاف عليهم، الكلب بيحمي وبيبقى وافي لصاحبه. الحيوان ما بيعملش كده. الحيوان ما بيغتصبش، ما بيخطفش، ما بيقتلش. ده انا كرمته. النهاردة عيد ميلاد زينة، وتاني هقول لك كل سنة وهي بتنعم بالجنة، وكل سنة وهي ملاك، وكل سنة وهي في أكتر يعني بين أكتر إيدين أمينة، هي إيدين الله سبحانه وتعالى. كم سنة؟ 5 سنين لسه مكملة. مكملة الأجواز توفي 4 أيام. بصي، ده كان يوم آخر يوم صورت فيه. ده آخر يوم الفستان ده اللي كانت لابساه؟ بصي لسه مش نضيف. كان عيد ميلادها؟ كان عيد ميلادها. 5 سنين. وده لبس أنا لبستها. اللي كانت رايحة بيه الصبح يومها. ودي الهدايا اللي جات لها في الميلاد. انت حاطه الهدايا اللي جات لها؟ انت شايفه العروسه اللي بترضعها دي؟ هي كانت قاعده بترضعها قبل ما تطلع على السلم. قبل ما تطلع على السلم في الثانيه دي دخلوا الثلاثه، قالت لها انا رايحه لمامي اعمل بيبي. في المجيه دي
هو كان طالع من السلم الشغالين اللي... البواب؟ حضرتك البواب، هو مش التاني، هو بقى طالع. لا يا زينة اي حاجه في الدنيا ماتت. انا خلاص، انا راضيه بامر ربنا، بس ما تقوليليش بنتي استحاله في الحادثه دي. اي حاجه في الدنيا ربنا خلاص عايز ياخدها مني، انا موافقه، انا مش هقوله لا. هو اداني وعايز ياخدها، متعني بيها 5 سنين، انا عشت معاها 5 سنين، انا اتمتعت بيهم، انا كنت بحبها، انا عندي 5 ولاد على فكره، بس الزينة دي كانت حاجه تانيه. عارفه الايام كانت تقع قدامي، انا قلبي كان بيقع معاها. زينة دي غير، يعني اخد مني اعز حاجه عندي، بس انا راضيه، بس مش راح اتفادي. بحلم وده كابوس، وانا هفوق منه، انا عارفه ان انا هفوق، بس هو الكابوس طول شويه. صح، هو طول عليا الكابوس. احنا مش عايزين نتعبك اكتر من كده. هو طول قوي، بس انا لو وعدك بيه ان احنا كده احنا هنعمل اقصى جهدنا ان الناس دي تاخد اقصى عقوبه مهما حصل، لو جابوا محامين الدنيا كلها. انا بايدي، بس لا هرجعها يا زينة. هرتاح، هي ترتاح، هي جميله عارفه لو شفتيها. استحاله ما تحبهاش، استحاله استحاله تشوفيها ما تحبهاش، استحالة أي حد في الدنيا يشوف زينة وما يحبهاش. صح يا حلمة؟ مستحيل مستحيل تشوفيها ما تحبهاش، ما تشوفيهاش. ده انت لما تشوفيها لازم تاخديها في حضنك قوي كده، تاخديها في حضنك قوي كده، هتحبي تاخدي الحضن ده. صح يا أميرة؟ لازم تحضنيها قوي، هتلاقي نفسك لوحدك. انت لو ماشيه في الشارع وشفتيها هتاخديها تحضنيها. انا كنت بمشي بيها الناس تجري عليا كده ياخدوها مني، من جمالها وادبها. ممكن عشان كده ربنا خدها عنده، لا يمكن عشان كده ربنا ما حبش انها. والله هترجع، صح؟ هترجع، والله هترجع، هيرجع ان شاء الله. انا وعدتك يا رجل. انا حلمت بيها وقالت لي، قالت ان هي جايه لي، هي جايه لي. Thank you.
لي زينة كل سنة وهي طيبة، وأكيد هي السنة دي في مكان أحسن من اللي احنا فيه بكتير، وهي مش غالية على ربنا، هو ربنا اللي جابه، ربنا هو اللي أراد، أكيد يعني ده قضاء وقدر برضو، يعني ربنا هو اللي أراد ده، وإحنا أكيد مبسوطين إن هي أكيد في الجنة، وده عزانا الوحيد إن هي موجودة في الجنة وإحنا عارفين مكانها فين، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله. بس وحشتنا، بس ده كل اللي احنا عايزين نقوله، ان هي طبعا هي وحشتنا، وهي اكيد حاسه بينا ان هي وحشانا، ويعني كان نفسنا ان هي تبقى معانا بقيت حياتنا، الحمد لله، الحمد لله. ما تغلاش على خلقها، وهو على قد جزاء على قد كفاءة ربنا لينا برضو، احنا راضيين الحمد لله. عايز اقول كل سنه وانت طيبه يا زينه، وانك فعلا وحشتينا وقطعت بينا، وان البيت من غيرك ما بقاش بيت يعني عادي. وانا بشكر قناه النهار ان هي جت واهتمت بعيد ميلاد بنتي، وعايز اقول ان احنا فعلا من بعد زينه اتحطمنا، يعني البيت متحطم، حتى بنتي سلمى المفروض عيد ميلادها بكره، احنا بنحتفل بيه بدموعنا، ومفيش حاجه هتعوضني فراق بنتي ولا الجريمه البشعه اللي هي حصلت لها. بس انا اكيد عارف ان ربنا هيعيش لنا حاجه احسن من اللي احنا فيها دلوقتي، واتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يعوضنا خير في اللي جاي، وما عنديش حاجه اعملها لعيالي غير ان انا اقول لهم ان لازم تصبروا ولازم تبقوا اقوياء، وان ان شاء الله ربنا اكيد اكيد اللي حصل ده في خير لنا، والاحتفال اللي احنا كنا بنحتفل بيه كل سنه مع بعض، لما نجيب تورته وبنحتفل بيه ما عادش في احتفالات، بقى في دموع، ويا ريت الناس. وطبعا الدموع دي مش حاجه مزعلانا قد ما هي مفرحانا بحب الناس لزينه واهتمام الناس بزينه، وبصراحه يعني بشكر الاستاذه ريهام على وقفتها معانا في قضيه زينه، وكل الناس اللي اهتمت، الصحفيين وشعب مصر اللي اهتم بقضيه زينه، اللي هي قضيتهم مش قضيتنا لوحدنا. في آخر عيد ميلاد كملت 5 سنين، بس ما عادش عندنا غير بقينا بنحتفل بالفستان بدل ما كنا بنحتفل بزينة، بقى عندنا فستان بنحتفل بيه، هو هي دي الذكرى اللي هي سابتها لنا، فستان شوية صور، بس هو ده اللي عندنا. بقالي 5 سنين بحتفل عيد ميلادي مع اختي، كانت موجوده في نفس يوم عيد ميلادي، يعني اول سنه من ال5 سنين ما تبقاش معايا في يوم عيد ميلادي. ال5 سنين كل سنه بنحتفلوا مع بعض، يعني انا بكره هكمل سنه من اخر سنه السنه فاتت اكون ما شفتش اختي في عيد ميلادي، لان احنا 2 مولودين في نفس اليوم وفي نفس الشهر.
كل سنة بنلبس مع بعض وبنعمل عيد ميلاد. ده آخر فستان أنا آخر فستان لبسته في آخر عيد ميلاد. آخر عيد ميلاد احتفلنا بيه مع بعض. بكرة بدل ما كنا بنحتفل بكرة نروح قبرها ونقف قدامه عشان عيد ميلادها. ما رحنا زورا ما كنا بنعمل عيد ميلادها ما رحنا زورا. مفيش ظلم اكتر من كده. مفيش فعلا مفيش ظلم اكتر من كده. والقوانين في مصر ظلمة، القوانين في مصر ظلمة، القوانين في مصر ظلمة، والقوانين في مصر ما بترجعش حق الناس. القوانين في مصر ما بترجعش حق الناس، ما بترجعش حق الناس. الواحد عشان يروح يعمل محضر والمحضر يروح النيابة ويطلع من النيابة ويستنى سنة معنا ما ينزل جلسة، والقضية تقعد 700 سنة في مش عارفة ايه، والقانون اللي اصلا بيبقى محطوط بيبقى ضعيف جدا، فالواحد ينهار ومحدش حقه بيرجع. محدش حقه بيرجع، والله محد حقه بيرجع. ليه؟ ليه 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 واحد يبقى متجني على حد فيروح هو اللي يشتكيه وفي الاخر يبقى هو ليه سلطه عليه؟ ليه القوانين بتدي ثغرات للمحامين و و و و انهم يفضلوا يراهوا وفي الاخر محدش حقه بيوصل له؟ بالعكس المظلوم هو اللي بيتسجن والظالم بيفضل بره. ليه؟